السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مغربية في بلجيكا. فيديو جديد، حلقة جديدة من مدينة مراكش الحمراء. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو ديالي، ما تنسوش ديروا لايك وابوني وباش يوصلكم كل جديد. والناس اللي كيشاهدوني دائما كتمنى لهم كل خير، وإن شاء الله صح يكونوا في صحة جيدة. اليوم كنتواجد بواحد الاثار مآثر قديمه ديال مدينه مراكش، الا وهي الكتبيه، مسجد قديم بمدينه مراكش. اللي جا لمراكش ومشى لجامع الفنا غادي ماشي بعيد بزاف، هذاك الجامع ديال الكتبيه راه زوين بزاف وكبير وفيه مسجد للنساء وللرجال، يجي يصلي هنايا ويكمل الجوله ديالو في جامع الفنا. هنخليكم مع الحمد لله الحمد لله، خليكم تشوفوا هذا المسجد، ما شاء الله كبير وعنده تاريخ كبير في مدينه مراكش، معروف مسجد الكتبيه، كاين حدا جامع الفنا، فيه مسجد للنساء وللرجال، لا بغيتو تجيو تصليو. ها هو ما شاء الله كبير بزاف، يبغى يصلي يجي لهنايا يرتاح شويه ويصلي ويكمل الجوله ديالو. هذا الشيء اللي كاين.